المواطنين بقى اللي بيفضل لهم، تعال اقول لك احنا هنشوف دول والمواطنين. لا تعال، المواطنين يروحوا يشتروا الطماطم ب 30 جنيه في الصعيد مع انها طالعه من الارض على طول. مش بس الطماطم، اشتعال اسعار الخضروات الاساسيه مش في الصعيد بس، ده في كل المحافظات. اسعار عدد من الخضروات بتشتعل في الاسواق، بتتصدرها الطماطم والخيار والكوسه والبطاطس والفلفل والبصل، كل ده بالتزامن مع تراجع الانتاج وقله المساحه المزروعه منها. ليه؟ اسألوا الحكومة. بالنسبة للمواطن برضو هتلاقي أسعار الذهب في الهواء، في السماء، في الجو دلوقتي. عيار 21 الجرام وصل 3600 جنيه، وتوقعات متشائمة للجنيه المصري. وبالمناسبة يا جماعة الخير، الدولار بيرتفع في السوق السوداء، الأسمدة بتعلى أسعارها، وده خبر سيء لكل من الفلاح ومستخدمي كل الزراعات في أنحاء جمهورية مصر العربية. واللي عايز يبني خليك عارف أن سعر طن الحديد والأسمنت بسوق المواد البناء ارتفع النهاردة 15 أغسطس، والكهرباء لسه بتقطع وترجع وتذبذب في مستوى الكهرباء في الغردقة، وتسببت في تلف أجهزة كتيرة. ده اللي للمواطن. رجال الأعمال والإماراتيين وطويل العمر منه لو بيجوا يكسبوا من عندنا، الناس اللي في حما دول أجنبية وشركاتهم الكبيرة بتكسب من عندنا، وإحنا المواطنين حتى كيلو البصل بيغلى علينا.